أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا علي محسن صالح ورئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك امس المبعوث الاممي لليمن محسن جريس والوفد في ستوكهولم وما تم في هذا الصدد. اخذ فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه خلال استقباله امس سفير الامارات لدى بلادنا سالم الغفيلي اكد على عمق ومتانه العلاقات الاخويه المتميزه التي تربط اليمن بالاشقاء في دوله الامارات العربيه المتحده والمبنيه على اواصر الاخوه ووحده الهدف والدم والمصير المشترك.
فخامة الرئيس عبد الرب المصري هادي رئيس الجمهورية مساء أمس.